جاوبنا على سؤالكم سيدنا ابن المحترم حول إصلاح النقل بالعلم القروي والجبلي. أولاً بغيت نشير إلى أن النهوض بالعلم القروي يعد إحدى الركائز الأساسية للتنمية والتماسك الاجتماعي وتقليص الفوارق المجالية والترابية ببلادنا. على مستوى النقل بالعلم الطرقي القروي عفواً، ومن أجل دعم عمل اللجان الإقليمية للنقل، أنجزت الوزارة عدة دراسات حول المعطيات المرتبطة بهذا النقل على مستوى 58 إقليم. هذه اللجنة وتقوم أيضا اللجنة الوطنية للنقل بالوزارة بإعطاء الأولوية بالنسبة لملفات النقل المزدوج، وتترخص الطلبات المصادقة عليها من طرف اللجان الإقليمية. تجدر الإشارة إلى أن تقريبا حوالي 1418 رخصة للنقل المزدوج تستغل حاليا. وأيضا بالنسبة للتنزيل الجهوية المتقدمة غادي تقوم الوزارة بتسريع وتيرة العمل من أجل نقل الاختصاصات المتعلقة بهذا النقل إلى المجالس الجهوية في إطار دفاتير تحملات سيكون معمول بها على الصعيد الوطني. وشكراً.